خليني أبدأ معكم بالفن وأخد رأي طبعا العزيزة الفنانة الجميلة إلهام شاهين، وأقول لها الأول كل سنة وإنتي طيبة يا إلهام. حبيبتي يا شفتي، كل سنة وإنتي طيبة يا قمر، وكل سنة ومصر كلها طيبة وبخير، ويا رب تعيد على الجميع يا رب بإذن الله. يا رب دايما يا إلهام، ودايما تبدعي، وانت طبعا كنت مبدعة يعني في رمضان، ودايما بتتحدي نفسك أحيانا. كلميني عن يعني فكرة الإبداع وتبني الشركة المتحدة لمنتدى الإبداع، أنا عارفة أن ده يهمك قوي. ده يهمني جدا جدا جدا، لأن حقيقي في مواهب في جميع مجالات الفن. يعني أنا بيجيلي كم من الرسائل من شباب كتير يقولوا لي هم حاسين ان هم موهوبين ومش عارفين يعني يروحوا فين، يروحوا لاي جهه. في رسامين هايلين، في نحاتين، في شعراء، في كتاب روايه، في سيناريست، في ممثل، في موسيقي، في حد صوته جميل، يعني من كل انواع الفنون وهي كثيره جدا. بلاقي فعلا شباب حاسس ان هو عنده موهبه ومش عارف يوجه موهبته دي ازاي. فانا فعلا بتعب جدا ان انا يعني انا عايزه اساعدهم كلهم، بس يعني لازم يبقى في جهه تتبنى هؤلاء الشباب وتوجه موهبتهم صح وتثقلها اكتر وتساعدهم وتعرفهم ايه يعني ايه المنافذ اللي يروحوا لها عشان يظهروا هذه الموهبه. ومصر مليانه، طبعا أنا مصر ولاده مشروع يعني رائع، يعني منتدى المتحده للابداع ده هيبقى من اعظم المشاريع اللي هتساعد الشباب اللي يطلعوا الطاقات العظيمه الجميله اللي جواهم بدل ما يضيعوا وقتهم الحقيقه في كلام صحيح مؤذي، يعني في كلام أو ان يبقى طاقتهم مهدره، يعني ما نبقاش حتى بنستفيد منها ولا المجتمع بيستفيد منها. احيانا في ناس حقيقي عندها موهبه بس مش عارفه توصل ليها. انا عارفه كمان انه الابداع بيعمل نوع من انواع الجمال، يعني انا فاكره كويس قوي انت كمنتجه مثلا لما عملتي فيلم زي خلطه فوزيه ونزلتي بيه في الاحياء الشعبيه وريتينا جمال وابداع كتير جدا ومختلف، وحبيتي تبيني انه الطبقه الشعبيه هي طبقه جميله ومليانه كمان فنون وابداع. يعني طبعا طبعا بالتاكيد، واغلب الفنون العظيمه طلعت من هذه الطبقات الشعبيه على فكره. صحيح، يعني كل كتابنا الكبار هتلاقيهم طالعين من الاحياء الشعبيه بكل بقى عاداتنا وتقاليدنا ومبادئنا وتربيتنا واخلاقنا وكل شيء جميل اتربوا عليه المصريين. طب إلهام، انا عايزه منك حاجه، بما انه المنتدى ان شاء الله هيبقى موجود، خلينا نقدم بعض الافكار للمنتدى. ايه اللي تتمنيه؟ ايه اللي تتمني المنتدى يتبناه ويبقى عنده كمحاور موجوده عنده؟ يعني لما نلاقي حد فعلا عنده الاستعداد وعنده الموهبه خلينا نخليه يدرس، لانه انا بعتبر ان الموهبه طبعا شيء اساسي ومهم، لكن الدراسه هي اللي بتثقلها. يعني انا واحده من الناس، ما انا كان ممكن امثل ومن غير ما ادخل مثلا اكاديميه الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحيه واخد بكالوريوس في التمثيل. صحيح. والاخراج، لكن انا بقول للناس كلها لا، ده فادني جدا الدراسه. الموهبه لوحدها مش كفايه، الدراسه بتخليني افهم كل شيء حوالين مهنتي ويبقى عندي ثقافة عامة حوالين يعني كل شيء مش بس التمثيل. بدرس إخراج وبدرس حرفية سيناريو وبدرس إضاءة وبدرس ديكور وبدرس مكياج وبدرس موسيقى وبدرس فن تشكيلي. الدراسة دي بتثقل الفنان جدا وبتخليه ليه قيمة، لما يجي يتكلم يبقى بيتكلم عن وعي، عن علم. الفن مش موهبة بس، أكيد علم في دراسة. أكيد، وأنا بتفق معاكي. لما نلاقي فعلا موهوبين حقيقيين إن يبقى في تبني ليهم للدراسة، إن هم يدرسوا، مش إن احنا بس ناخدهم نشغلهم فورا، لا. صحيح، لازم يبقى وياخدوا وقتهم، يبقى عندهم وقت. أيوة. علشان لما يطلعوا يبقى عندهم هذا الثقل على الشاشة أو على أي حاجة هيقدموها. إلهام أنا بشكرك، ودايما أنت مبدعة ودايما بتغامري، وأنا عارفة عشقك للفن، ودايما عايزة تقدمي كل حاجة حلوة وطنيتك للبلد الجميلة اللي احنا عايشين فيها. الفنانة الجميلة إلهام شاهين، بشكرك شكرا جزيلا.